لكن يهمني أعرف أكتر من خلال دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المحلية والمستدامة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور استاذ أول فات، مساء النور على كل الساده المشاهدين. برحب بحضرتك معانا النهارده، وقولي ازاي بيقدروا الزياده في تعريفه ركوب السيارات الاجره والنقل الجماعي بعد زياده تسعير الدولار البنزين والسولر اليومين اللي فاتوا الجمعه؟ والله هي الدوله حضرتك من خلال وزاره التنميه المحليه ومن خلال الساده المحافظين بيتحط قيم بسيطه جدا، بس طبعا زي ما بتقولي كده ان احنا بنبدا بنفسنا كهيئه النقل العام مثلا على سبيل المثال في القاهره، الاوتوبيسات اللي هي كانت مثلا ب 8 جنيه بقت ب 9 جنيه، حاجات في هذا المنطلق، زيادات يعني بسيطه جدا، مش صعبه يعني ولا حاجه، يعني في اوتوبيسات مثلا مكيفه كانت ب 15 بقت ب 17، الميني باص كان ب 12 بقى ب 14، هي دي القصه. طبعا في بدائل، يعني كل الاوتوبيسات العاديه دي كانت ب 8 بقت ب 9، يعني دي اغلب الناس اعتقد. احنا عندنا اكثر من 186 خط بس بقى في القاهره، يعني في القاهره بس 186. كمان حضرتك في اضافه للي حضرتك قلتيه ان في تنسيق ما بين المحافظات، القاهره الكبرى والقليوبيه والجيزه، في تقارب وسائل المواصلات بحيث ان ما يتمش يبقى في نوع من الاستغلال بالنسبه للسائقين. ثانيا في تعليمات مشدده من قبل وزاره الداخليه بالنسبه ل في حاله وجود تجاوز حركه المرور والرقابه الشديده على السائقين في هذه الجزئيه بالذات. وفي نفس الوقت برضو الدوله فتحت العديد من المسارات للشكاوى بالنسبه سواء مبادره صوتك مسموع التابعه لوزاره التنميه المحليه، وبالنسبه لمجلس الوزراء اللي هي احنا بنقول عليها الشكاوى الحكوميه الموحده. فبالتالي الدولة حطت كل ده عشان من أجل عدم استغلال المواطن. طيب في حالة وجود شكاوي أتوجه في أرقام معينة يا فندم؟ أي فندم، في حضرتك الشكاوى الحكومية الموحدة دي على الإنترنت من خلال الموقع أو من خلال الخط الساخن اللي هو 16528. ده الشكاوى الحكوميه الموحده، صوتك مسموع اعتقد ليها صفحه على الفيسبوك وبيتم التواصل فوري مع المواطنين، يعني هي ليها صفحه مبادره صوتك مسموع على موقع وزاره التنميه المحليه وعلى الفيسبوك. بشكر حضرتك دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنميه المحليه والمستدامه، بنتابع مع حضراتكم كل تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات بالامس.